زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 8 نيسان قاطع عمليات صلاح الدين، وفور وصوله عقد رئيس الأركان اجتماعا قدم خلاله قائد عمليات صلاح الدين إيجازا مفصلا بشأن توزيع القطاعات ومتطلبات القيادة التي تؤمن الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد القتالي. بعدها أجرى سيادته جولة في طريق صينية حديثة للاطلاع على توزيع النقاط وتأمين هذا الطريق الحيوي من قبل القطاعات الماسكة. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 9 نيسان الكلية العسكرية، وفور وصول سيادته زار مواقع العمل في الكلية للاطلاع على مراحل الإنجاز فيها، موجها بالإسراع في إكمال ما تبقى من عملية الهدم ورفع الأنقاض والبدء بتوسيع البنايات من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب. بعدها زار السيد رئيس الأركان مقر الكلية، وقدم عميد الكلية إجازة عن المهام والوظائف وسير العملية التدريبية للدورة الحالية واستقبال الدورات اللاحقة وتهيئة الشؤون الإدارية من كافة النواحي والمعوقات التي تواجه سير العمل. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم 12 نيسان مديرية الصنف المدفعية المرتبطة بدائرة العمليات، حيث عقد اجتماع رحب خلاله مدير الصنف بالسيد رئيس أركان الجيش والضيوف، مستعرضا المهام والوظائف وجاهزية وحدات المدفعية في تقديم الإسناد الناري للقطاعات والخطط المستقبلية. من جانبه هنأ السيد رئيس أركان الجيش مدير الصنف مناسبة تسنمه المنصب الجديد، كما أكد سيادته على الجانب التدريبي لمنتسبي الصنف الذي يشهد استقرارا في جميع مفاصله من خلال إشراكهم بدورات فنية واختصاصية وعسكرية مكثفة لرفع القدرات ومستوى الاستعداد القتالي، موجها بمتابعة الشؤون الإدارية للمقاتلين من ناحية المنام والأرزاق والإجازات وحل مشكلات إيقاف الرواتب، فضلا عن إنجاز معاملات الجرحى وذوي الشهداء للمديرية. التقى السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 12 نيسان في مكتبه الملحق العسكري الفرنسي في بغداد، ورحب السيد رئيس أركان الجيش بالضيف مؤكدا على عمق التعاون العسكري الذي يربط البلدين الصديقين، كما تم بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين على مستوى التدريب والخبرات في كافة مفاصل المؤسسة العسكرية. ترأس السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 12 نيسان مؤتمر مجلس رئاسة أركان الجيش الرقم 6 لسنة 2023، وتناول المؤتمر المواضيع الرئيسة ضمن جدول الأعمال، حيث جرت مناقشتها ودراستها بصورة مستفيضة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس. وفي الختام وجه السيد رئيس الأركان الحضور بعدد من التوصيات والتوجيهات بشأن كل ما جرى طرحه خلال المؤتمر. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 13 نيسان انعقاد مؤتمر آمري ومستشاري مدفعيات قيادات العمليات والفرق في قيادة القوات البرية، وفي بداية المؤتمر رحب قائد القوات البرية بالسيد رئيس أركان الجيش والحضور. بعدها قدم مدير المدفعية إجازة عن المهام والوظائف وآمريات وكتائب المدفعية في الفرق والخطط المستقبلية وأهم المعاضل، كما قدم آمر مدفعية قيادة القوات البرية إجازة مفصلا عن جاهزية وإعداد كتائب المدفعية الموزعة في قواطع العمليات. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 13 نيسان قيادة الدفاع الجوي،
وفور وصول سيادته قدم القائد شرحا مفصلا عن المهام والوظائف فضلا عن المعدات والرادارات الموجودة والأخرى التي تم التعاقد عليها واستلامها قريبا من أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي والمساهمة بتعزيز منظومة الدفاع الجوي لحماية سماء العراق. بعدها أجرى سيادته جولة في أروقة القيادة مفتتحا عددا من المنشآت والبنى التحتية التي شيدت حديثا بالجهود الذاتية.